عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم على قناة صالحة شانيل. اللي كنعرفوه سيدتي ومتداول عند جميع السيدات هو أن الأطفال ديالهم ما كيبغيوش يأكلوا الخضار. الأغلبية نتاع الأطفال ما كيبغيو لهمش يأكلوا الخضار، وهذا الشيء كيزيد يقلق ويعصب جميع الأمهات، وكيحاولوا يقلبوا على أبسط الوسائل اللي كتخلي الطفل ديالها تكون عنده صحة جيدة ويستفد من يعني الأكل اليومي دياله. إليك سيدتي هاد الحيلة هادي اللي هادي تخليك مرتاحة وانت كتشاهدي الطفل ديالك كياكل لك الخضار. تابعيني إلى آخر الفيديو باش تشوفي الطريقة اللي هادي تكون ناجحة إن شاء الله. الوصفة اللي هادي نعطيك سيدتي للطفل ديالك وهي الكفتة بالخضار، كتجي بنينة بزاف وصحية بلا ما يحس الطفل ديالك انه كياكل الخضار اللي ما كيكونش يبغيها من قبل. بعد ما حطيت الكفتة ديالي وبديت كنحك الخضار، عندي القرعة كما كتشاهدوا، نحاول نحك هذه القرعة مزيان بالحكاكة اليدوية. نحاول القرعة نحكها مزيان بالحكاكة نتاع اليدوية، وانا اقتصرت في هاد الوصفة بالجزر والقرعة وبعد مثلا الفلفلة الحارة الا كان بغات بغاو النكهة شوية حارة، وكاين الفلفلة حلوة، داكشي اللي قديتي يعني تديريه في ديك الكفتة. إذا كان الطفل ديالك كلالك غير الجزر والقرعة راه شي حاجة مهمة ليك وللطفل ديالك. كنضيف شويه نتاع الربيع وشويه نتاع البصله مفرومه ومخلطه مع شويه نتاع الثومه، انا حاولت نزيد هاد الفلفله لان ذقتها ولقيتها حلوه ماشي حاره، ان الاطفال ما كيبغوش الحاجه الحاره. ده واحد النكهه نتاع الحار وصافي. غادي نقطعها قطع صغيره جدا، بعد ما كملت الخضار ديالي دابا شويه نتاع التوابل. انت عارفه سيدتي شنو كديري في الكفته ديالك، شويه الابزار الاحمر الابزار الاسود شويه سكينجبير،
ودابا غادي نخلط الخليط كامل. كنحاول ندير يديا شويه في الماء باش ما يلصقليش الخليط في اليد. نبدا نخلط جميع المكونات. كنخلط المكونات مزيان. بعد ما تخلطت دابا غادي نجمعها. وفي الاخير ضفت واحد الكميه قليله نتاع الملح على حسب الذوق. نسيت لان في الاول خصني ندير الملح وبديت العجين ديالها مره اخرى. دابا غادي نغطيه بورق السيلوفان. ونخليه يرتاح لتقريبا 20 دقيقة باش يشرب جميع المكونات ديالو. بعد ما خلينا الكفتة ديالنا ترتاح غادي نحاول نشكل بعض الكرات. نحاول ندخل في الوسط السفود كما كتشاهدي ونبدا نبسط عليها. يعني نحاول ندير هذا الشكل هذا اللي كيبان لكم كما كتشاهدوا. يعني كتدخل الكفته يعني السفود كيدخل في الوسط وكنحاول نضغط عليها مزيان باش يجي الشكل ديالها طويل. وقدامي راه كاين الفرن الكهربائي كما كتشاهدوا. هو من الاحسن يكون حداك يعني المجمر، يعني ديري فوق المجمر احسن، ولكن دابا ما كاين الفرن الكهربائي. وكنستمر في هذه العمليه، يعني ساهله. يعني كنحاول ندير كره وندخل السفو ديالي ونضغط عليها نحصل على واحد الشكل مستطيل ونحط مباشرة على الفرن ديالي. وكنستمر في هذه العملية حتى النهاية. أكيد سيدتي الطفل ديالك هذه تعجبو هذه الكفتة، جربيها وردي عليا في التعليق ديالك. وهادي يكون استفد من الخضر اللي درتيها داخل الكفته. نتمنى من جميع السيدات يوصلهم هذا الفيديو وتعطي للطفل ديالك هذه الكفته، وهادي تكوني فرحانه وانتي كتشاهدي الطفل ديالك ياكل لك الخضر. وشكرا على المتابعه والى فرصه اخرى ان شاء الله. ونخليكم مع الشكل النهائي نتاع الكفته بالخضر.